أفادت وزارة الصحة بوجود إقبال واسع من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع بداية انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، وهو ما ينم عن الوعي المسؤول الذي يتسم به الجميع وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي. تتويجاً لجهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا الذي قدم تضحيات وواصل عمله ليل نهار لحماية مجتمعه من هذه الجائحة التي ألمت بجسد العالم وأرهقته، هذه التضحيات لم تذهب في مهب الريح لكنها لاقت كل التقدير في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء، والذين قرروا اليوم أن يتوجوا جهود الفريق بالنجاح بإقبالهم على أخذ اللقاح وأن يكونوا جزءاً من الحل لا من المشكلة، حتى نخرج معا إلى بر الأمان كفريق وطني واحد يجمعه هدف واحد وهو مصلحة وطنه في المقام الأول. تطعيم أخذتها ما فيها ولا شيء، وأنا مسرورة أن أخذت التطعيم وكنت أنتظره من زمان وتابع على البرنامج الانستغرام أشوف وزارة الصحة إن متى هذا التطعيم بيجي وأنا بطعم، وأنا كنت فرحانة أن أخذت الموعد أعطوني اليوم، كنت فرحانة واجد يجي. ثانيا علشان ألبي كلمة معا ننتصر، أشكر جلالة الملك وولي العهد سلمان بن حمد على أنهم وفروا لنا تطعيم وأنهم خافون على صحتنا وخافون على صحة شعبهم. بشكر مملكة البحرين وجلالة الملك أنه وفر الخدمة الكبيرة دي لنا كوافدة ومقيمة، بشكره كل الشكر، جزاهم الله خير مملكة البحرين. أنا في منتهى السعادة لأن التطعيم ده هو مفيد جدا جدا خاصة لكبار السن وجميع الأعمار، لأن بيحمينا وبيحمي شبابنا وبنحافظ على وطننا، والحمد لله نشكر مملكة البحرين ونشكر جلالة الملك الله يخليه ويبارك فيه يا رب. الصراحة أنا كنت متخافة من البداية وكنت كلش يعني قلت لآخر شيء بشوف شلون، بس والله من سمعت أن ملكنا خذ التطعيم وخلاص يعني مشيت ورا وأنا مقنفة والله والحمد لله رب العالمين. هذا الإقبال الذي بدا على وجوه المواطنين والمقيمين قبل أن نتلمسه في معرض حديثهم كان ينم عن وعي مجتمع يدرك حتمية الاستجابة لنداء حملة معا ننتصر، والذين بدورهم بعثوا برسائل يطمئنون الجميع ويحثونهم على أخذ هذه الخطوة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وبضرب الشائعات عرض الحائط. رسالتي إلى المجتمع درهم وقاية خير من قنطار علاج، أتمنى من الجميع أن يتوجه إلى التطعيم، والتطعيم شيء يعني مو شيء جديد على المجتمع، التطعيم شيء موجود من مر العصور، أتمنى من الجميع دحض الشائعات واستسقاء المعلومات من الفريق الوطني الطبي ويعطيهم العافية. طبعا الحمد لله الأمور سلسة جدا من بداية التسجيل إلى حتى أخذ اللقاح وإلى يعني حتى بعد متابعة ما بعد الجرعة الأولى إلى الجرعة الثانية، فالجميع إن شاء الله يعني وأيضا راح يصير في المراكز بعد خلال فترة وجيزة، فالطاقة الاستيعابية راح تكون شاملة للجميع إن شاء الله. هذا اللقاح يعني مهم حق صحتنا، إن أنا أول شيء فيني أمراض مزمنة وفيني ربو، ويعني يوم شوفيت المقابلة مع الدكاترة واللي صار كل هذه الحملة الصحية، فقلت أنا يعني الأفضل لي أنا هذا اللقاح كأنه يعني مسوينا لنحن هذه الفئة اللي معرضة حق هذه الوباء، الحمد لله توكلنا على الله ويانا وخذينا. إن مملكة البحرين أثبتت خلال جائحة كورونا أنها تملك بنية صحية وكوادر طبية قوية ارتكزت عليها كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل لمكافحة هذه الجائحة، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا الاهتمام والعناية من لدن جلالة الملك المفدى الذي بادر بنفسه وأخذ اللقاح ليكون قدوة للمواطنين والمقيمين، والمؤازرة والمتابعة عن قرب لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي نجح بقيادته لفريق البحرين بتجاوز المرحلة الصعبة من جائحة كورونا وصولا إلى توفير اللقاح اليوم لجميع المواطنين والمقيمين مجانا، لننتصر معا ونعود إلى عهدنا السابق بل والأفضل بحول الله.
ردوده فعلا إيجابية تنم عن مجتمع واع يدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه، لذا قرر كعادته أن يضع يده بيد قيادته وفريقه الوطني لتجاوز هذه الجائحة ولنرفع قريبا راية معا ننتصر. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.